من دبي هذا الصباح، إذا هذا يوم جديد للتفاؤل والأمل، وهذه تحية من دبي لكل الدنيا. ضمن فقرتنا اليومية وجهات نظر، بنتعمق اليوم في الإجابة عن هذا التساؤل الهام كالعادة. تبسيط العلوم للعموم، مسؤولية من؟ لطالما كان العلم حبيس الأبراج العاجية، يعني نخبويا جدا ومغلفا بهالة انطباعية عنه. مفادها أنه من الصعوبة والمشقة، بحيث لا يكون متاحا لاهتمامات عموم الناس، ولا يعنيهم ولا يقدرون حتى على أن يقربوا. لكن هناك التفاتة تستحق أن نقف عندها. العلم يمكنه أن يكون شيقا وجذابا وممتعا، وذلك فعلا ما يحصل في البلدان المتقدمة التي ترتكز جدا على إعلاء مكانة العلم وإعلاء أدواره الوظيفية في تطور الدولة، حيث يجري إلى جهد كبير لتبسيط العلوم وتحبيب وجلب عموم الناس إليها. تخيلوا والنتيجة ماذا تكون؟ إنها جلب أجيال كاملة من الشباب والتلاميذ الصغار وكل الناس ليهتموا بالعلوم ولينضموا لها وليضمنوا لها استمرارها بين الأجيال وقدرتها على الازدهار، وهكذا يستمر رأس المال العلمي بدوره في تحريك التطور العام للبلاد على كل صعيد. إذن تعالوا نبدأ النقاش. تبسيط العلوم للعموم، مسؤولية من؟ معنا للنقاش عبر الاتصال المرئي البروفيسور نضال قسوم، عالم فضاء وأستاذ فيزياء فلكية في الجامعة الأمريكية بالشارقة، وهو أحد العلماء الذين اشتغلوا في مشاريع سابقة مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وغير ذلك من مهام. يبذل طبعا جهدا كبيرا في تبسيط العلوم باللغة العربية من خلال قناته على يوتيوب. يا هلا ومرحبا فيك دكتور. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة. في البداية حابين نعرف لماذا يكون مهما جدا بالنسبة للبلدان العربية الاهتمام بتبسيط العلوم للعلوم وجلب اهتمامهم إليها وتحبيبهم فيها، الحقائق اللي ممكن نعرفها من خلف هذا الأمر. نعم، أعتقد أن جائحة كورونا بيّنت للعالم كله ومنطقتنا أيضا أن المعرفة العلمية الأساسية، الثقافة العلمية، أبجديات العلوم ضرورية حتى في حياتنا العادية. يجب أن يفهم الإنسان ما معنى الفيروس، لماذا لا تنفع معه المضادات الحيوية، كيف ينتشر، ما هي سبل الوقاية، ما هي سبل العلاج، ما معنى اللقاح، كيف يتم اللقاح، كيف نضمن أن اللقاح هذا سينفع، لن تكون له أضرار أو آثار جانبية أو ثانوية إلى آخره إلى آخره. فهذا من باب الجائحة فقط أثبتت أن العلم ليس فقط هاما وشيقا وجميلا وثقافة مفيدة للإنسان، بل هي ضرورية في حياتنا اليومية بل مصيرية. يعني إذا الإنسان لم يفهم كل هذه الأشياء فربما يصاب ويموت. ولكن حتى بدون الجائحة، خلال السنوات العديدة الماضية صار يتضح لنا أن هناك جوانب عديدة جدا من حياتنا اليومية التي نحتاج فيها شيئا من العلوم. يعني مثلا في جوانب التغذية، ناس كثيرين صاروا يميلون إلى التغذية النباتية، بعضهم تحول فيغان، يعني ما نسميه النباتي المحض أو المطلق. هل هذا فيه أضرار؟ ليست فيه أضرار. ناس يتعاطون كميات كبيرة من الفيتامينات، طيب الفيتامينات هذه مفيدة ولا مش مفيدة؟ في لها أضرار، كيف نأخذها؟ فهذه تحتاج إلى معلومات أساسية. ناس يتحدثون مثلا عن تغير المناخي، هذا الكلايمت تشينج، تغير المناخي، طيب أنا شو مسؤوليتي فيه؟ وما هو دوري؟ ما معنى هذه البصمة الكربونية عندما أنا أتحرك كثيرا بالسيارات؟ جوانب عديدة جدا جدا، بل في الأخير صار عندنا تراجع في هذا المجال، لأن كثير من الناس الآن، ربما لا نقول كثير ولكن أعدادهم تزداد، صاروا يؤمنون بالأرض المسطحة ويعتقدون جازمين أن الشمس تدور حول الأرض وأن ما يقوله علم الفلك والعلوم بشكل عام هذا خطأ وليس صحيحا وليس عليه أدلة. لكل هذه الأسباب صار الآن نشر العلوم وتبسيطها ونشر الثقافة العلمية والمعرفة العلمية ضرورة ملحة. طيب الأهمية اللي ممكن طبعا تصب علينا في تبسيط العلوم والطرق في طرحها، شو المفروض أنه يعم على الدول المتقدمة وطبعا مع مواقعها في السياسة الحكومية والعلمية، شو المرجع بتبسيط هاي العلوم؟
نعم، يعني كلما كان المواطن أو المقيم أو الشخص الإنسان في أي مكان كان، كلما كان على دراية وعلى فهم لهذه الجوانب العلمية، كلما كان سلوكه أفضل. أولا لا يقوم بأخطاء لا يضر البيئة، لا يضر الناس الآخرين، لا يضر نفسه حتى، لأنه عندما يضر نفسه فهو يضر الدولة، لأنه سيلجأ إلى المستشفى، سنحتاج معالجته، سنحتاج أجهزة، سنحتاج أن نصرف عليه. فكلما كان سلوكه صحيحا، وهذا لا يحدث إلا إذا كانت معرفته سليمة، كان فهمه صحيحا، كانت ثقافته ومعرفته العلمية جيدة، فكل هذا ينفع الدولة، ينفع المجتمع، ينفع المواطن، ينفع الشخص المقيم إلى آخره. الآن كيف نصل إلى هذا؟ هناك جوانب وهناك أدوار متعددة يجب أن نشارك، من الناحية التربوية في المدارس، يشارك الإعلام كما تفعلون أنتم الآن هكذا، يعني توعية للناس أن يكسبوا بس الجوانب من العلم. الجهات المعنية الحيوية اللي المفروض إن هي تتعاون مع البعض لوصول عامة الناس لهذا المقدار من العلم والمعرفة، من هي الجهات؟ نعم، هي أطراف وجهات متعددة، منها مثلا طبعا وزارة التربية. أنا كنت اقترحت مؤخرا بعد مسألة الجائحة وضرورة انتشار أو نشر الثقافة العلمية، كنت اقترحت أن تضاف في امتحان الثانوية العامة، بعد أن يكون الشاب أو البنت حصل على 12 سنة من الدراسة، يجب أن نتحقق أن هذا الشخص، هذا الشاب، هذه البنت حصل على مقدار كافي من العلم، بحيث أنه سيكون شخص مواطن ذو سلوك صحيح. فنعطيه امتحان قصير، ربما ساعة أو أقل من ساعة في الثانوية العامة، نسميه اختبار الثقافة العلمية. هذا واحد. اثنين، أن يكون هناك يعني فقرة في كل الإعلام، وزارة الثقافة وأجهزة الإعلام تتفق وتشارك مع بعض في إنتاج فقرات دائمة، مثل ما عندكم انتم مثلا فقره هذه وجهه نظر، تكون هناك فقره تسمى الثقافه العلميه مره او مرتين في الاسبوع في كل الجهات الاعلاميه، بحيث انها تنشر مواضيع علميه، ما هو اخر الاكتشاف؟ عندنا مثلا جائزه نوبل في الطب، عندنا جائزه نوبل في الكيمياء، لماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما هي التطورات الاخيره؟ ثم عندنا طبعا وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرتم مشكورين ان لي يعني قناه في اليوتيوب، ولكن هناك أعداد من الناس أيضا عندهم قنوات في اليوتيوب أو صفحات على الفيسبوك وغيرها، يجب أن نتحقق أنها فعلا تنشر العلم الصحيح. هنا المشكلة في الأطراف التي هي حرة ومفتوحة، أننا لا نعرف ماذا تكشف، ماذا المضمون، يعني المضمون الذي لا تحمله. نضمن. نعم بالضبط، يعني لا نضمن. أنتم مثلا مؤسسة إعلامية معترف بها، لديكم مراجع وتتعاملون مع علماء، فأنتم ليس هناك خطر فيكم، ولكن بالنسبة لليوتيوب مثلا أو الفيسبوك أو إنستغرام أو تيك توك أو غيره، فهذا لا نضمن ما هو المحتوى الذي يحمله، فيجب أن تتعاون كل هذه الأطراف حتى تصفي هذه المعلومات، تغربلها وتصل إلى الناس بشكل سليم ومفيد. في رأيك لماذا يجب وكيف طبعا ممكن نصل لهذا الأمر، هو إقناع الحكومات في المنطقة العربية بأهمية تبسيط، أو خلينا نقول تبسيط العلوم وتحبيبها وجذب الأفراد لها، بالذات الأجيال الجديدة والصغيرة والشباب والطلبة، وأيضا مسؤوليتها ضمن هذا الدور؟ نعم، كما قلت بالنسبة للحكومات، أعتقد من السهل نسبيا إقناع الحكومات أنه كلما نشرنا العلم الصحيح، كلما كان سلوك المواطن سليم، وبالتالي تقل ضرورة معالجة هؤلاء الأشخاص، سواء في المستشفيات أو في الطريق، أو السلوك الصحيح، سلوك غير صحيح إلى آخره. لكن من جهة أخرى، أنا أود أيضا التركيز على المدارس والجامعات. يعني الجامعات في رأيي لديها مسؤولية كبيرة جدا، يعني عندنا أعداد آلاف من الأساتذة الجامعيين، من العلماء الذين يحملون معارف متقدمة في مجالات متعددة جدا، هؤلاء يجب أن تضغط عليهم جامعاتهم أن يساهموا في نشر وتبسيط العلوم. لا يكفي أن يكون أستاذ جامعي يدرس للطلبة ويقوم بأبحاث، بل يجب أن يتعدى ويصل دوره إلى باقي المجتمع. يعني لا يجب أن يجلس أحد منا ويقول الفيسبوك مثلا أو التيك توك أو غيره ينشر كلام خطأ،
طيب وماذا فعلت أنت لتصحيح كل ذلك؟ لماذا لدينا آلاف من العلماء ومن الأساتذة الجامعيين لا ينشرون ولا يشاركون في تبسيط العلوم، ثم نشتكي أن هناك جهل كثير ينتشر داخل المجتمع؟ فكل هذه الأطراف يجب أن تتعاون، وعليها مسؤولية كبيرة جدا. خلينا بس باختصار كذي نرجع لموضوع شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع، طبعا هي واسعة الشعبية، لكن كيف بإمكاننا استغلالها فعليا لتوفير مساحة بإمكانها من خلالها طرح هاي المعلومات وإفادة عموم الأفراد بطبقات مختلفة، كمثال للي أنت أيضا تنفذه على صفحتك؟ نعم جميل. هناك باختصار طريقتين في رأيي يجب أن تعمل عليها وسائل التواصل الاجتماعي. واحد، أن تشجع من يحملون علما حقيقة علم جيد كما قلت الأساتذة الجامعيين وغيرهم، أن يشاركوا، تعطيهم مساحة مجانية، تشجعهم إلى آخره إلى آخره، حتى ينشروا هذه العلوم. من جهة أخرى، أنا أعتقد مثل ما تقوم مثلا الآن فيسبوك وتويتر بغربلة وتصفية المعلومات التي تنشر، الآن عندما ينشر شخص مثلا أكاذيب أو أشياء غير صحيحة سياسية أو اجتماعية، تقوم فيسبوك وتويتر بشطب ذلك الكلام. يجب أن تقوم بنفس الشيء بالنسبة للمعلومات العلمية، يجب أن تشطب الأشياء التي هي خاطئة ضارة بالثقافة المجتمعية التي لها علاقة بالعلوم، وهنا تستنجد بالعلماء وبالأساتذة الجامعيين، ويتم في هذه الحالة غربلة المحتوى العلمي الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لك البروفيسور نضار قسوم، عالم فضاء وأستاذ فيزياء فلكية في الجامعة الأمريكية بالشارقة، على تواجدك وتواصلك معنا.